امتى العصب يتهشر؟ في اقل من دقيقة. العصب مساحته ما بتتهشرش، يعني لو نتيجة القطع ان انا المفروض اهشر في المساحة دي يبقى انا مش ههشرها، تمام. طب امتى بعرف ان هو عصب ولا لا؟ العصب عشان يبقى عصب فيه شروط. ايه هي الشروط؟ ان هو بيسند الجسم بشكل عام وغالبا بيجي مع الاسطوانات. الشرط التاني ان هو يبقى طالع مساحة هنا وسمك هنا، يعني يطلع مساحة مرة وسمك مرتين، في المسقطين دول يطلع سمك. الشرط التالت ان هو ما يكونش فيه اي فراغات. طب هل الشروط دي اتحققت هنا؟ ايوه اتحققت هنا. فلو طالب مني سيكشن اليفيجن مش هروح اهشر مساحة العصب هنا. اه الشروط دي متحققة هنا، ان هو طالع سمك، طالع هنا الويب بيسند الاسطوانة ومساحة سمك، فبالتالي هنا مش هشر الايه، مش هشر المساحة دي لو كان فيها سيكشن. طيب هنا لو بصينا هنا هلاقي ان عندي هنا هنا مساحة وطالعة هنا سمك، بس هلاقي ان انا عندي هنا ايه، هتلاقي عندك هنا تجوفات. بالتالي لو في سيكشن في الاليفيجن ده وانقطعت العصب، لا ده هيتهشر عادي لان هو في تجوفات، هيتهشر عادي لان في تجوفات. طب هنا لا، ده حقق كل شروط العصب، مساحة طالع هنا سمك بسند الاسطوانة، فهو ده المفروض لو في سيكشن اليفيجن لا مش ههشره. طب هنا لا، هنا ده يعتبر طبعا ده ما بيسندش الاسطوانة ولا حاجة مع انه لازق فيها، الى جانب ان هو في ايه، في تجوفات. فبالتالي لو في مطلوب مني سيكشن اليفيجن هروح المساحة دي هتتهشر عادي.